والكلام ده مش رأي ومش وجهة نظر، الكلام ده بالأرقام. تعالوا نشوف عمر كمال عبد الواحد في تقييم الكاف ازاي، واقول لكم زي ما او يعني اثبت لكم زي ما قلت لكم انه افضل لاعبي البطوله تقييما على مستوى مش منتخب مصر، على مستوى كل اللاعبين المشاركين في الجوله الثانيه، ونشوف ارقام عمر كمال عبد الواحد. طبعا يعني اداء رائع جدا قدمه عمر كمال، وهو اعتقد انه موجود كمان في تشكيله الجوله لحد دلوقتي بارقامه، لانه الراجل عامل، خلينا نبدا الاول مثلا بالتاكلينج اللي بيعمله او التقييم الاول، الريتنج نبدا بالريتنج بتاعه الريتنج العام. الريتنج العام عمر كمال لحد دلوقتي في البطوله هو اعلى تقييم في الجوله الثانيه، تخيل واخد 8.4 من 10، وده على فكره تقييم عالي جدا يعني في على صعيد الاحصائيات ده تقييم عالي جدا طبعا، وفقا طبعا لسوفا سكور. سوفا سكور واحد من اشهر المواقع الاحصائيه. محمد قماره وده حارس مرمى برضه ممكن يكون ما تقدرش يعني تدخله قوي في الارقام، في المركز 8.35%. فانسو ابو بكر الهداف والمتالق واللي عمل كل حاجه مع منتخب البطوله، خمس اهداف دلوقتي طبعا، ورقم عالي جدا في المركز الثالث جولات في المركز الثالث ب 8.1. وهيرول كودي 8.1 نفس الحكايه. وهب الخضر طبعا بعد الاداء الرائع مع نجم منتخب تونس، نجم التونس نجم تونس قدام موريتانيا طبعا، واحرز وسجل وعمل عرض عظيم 8 درجات في المركز الخامس. تمام، يعني بالارقام عمر كمال عبد الواحد بيتصدر كل اللاعبين من ناحيه التقييم في البطوله. تشكيله الاسبوع، تشكيله مش معايا لو تقدر انت طبعا تيم اوف ذا ويك، اتفضل دكتور وليد اتفضل. دي تشكيله الاسبوع طبعا، يعني ظهور اهو اللي هي عمر كمال، قد يكون هو اللاعب المصري الوحيد. الوحيد طبعا لاعب المصري الوحيد. محمد كمارة في حراسة المرمى بالتلاتة أربعة تلاتة، أوروسكو في المساك في 7.8 تقييمه، لوبيز الليبرو 7.7، تاباسوبا طبعا اللاعب البوركيني الرائع جدا، واحد من أهم نجوم المنتخب البوركيني 7.4، ده ثلاثي الدفاع. رباعي خط الوسط طبعا يتصدرهم عمر كمال عبد الواحد نجمنا ب 8.4 قلنا التقييم بتاعه. مانجو 8.8 ده الديفندر، وطبعا موزيس سايمون الجناح الرائع، واحد برضه من اكتشافات البطوله، ابرز لاعبي مباراه منتخب مصر طبعا مع نيجيريا، اعتقد هيكون ليه خطوه مهمه بعد البطوله. في كلام على ان ليفربول مهتم بيه جدا، ليفربول نيوكاسل ليفربول نيوكاسل بداوا يهتموا بيه، بدا يبقى في تواصل مع الوكيل بتاعه، وبيلعب في نونت الفرنسي تقريبا صح؟ فرين فرند إيكامبي طبعا 8.9، واحد برضو من اهم اللاعبين المؤثرين لحد دلوقتي. اللي عاجبني طبعا في المباراه الثانيه تحديدا وهب الخزري الجناح التونسي الرائع، وبيبي نجم طبعا المنتخب الايفواري طبعا ظهر بشكل رائع جدا هو لعيب في المباراه اللي فاتت. انا مستغرب من تجربته مع الارسنال، يعني كنت اتوقع ان هو بعد الموسم ولا اتنين مع ارسنال هالولد ده هيروح فعلا يعدي وجاي برقم كبير، وبس فعلا هي ظروف يعني فعلا يعني فكره الكيمياء للاعب مع الفريق بتاعه دي فعلا بتكون غريبه شويه. فانسو ابو بكر طبعا يعني هو ابرز لعيب البطوله على الحقيقه لحد دلوقتي، المهاجم الكاميروني الرائع، الدبابه الكاميرونيه لو نقدر نقول. طيب في رقمين تانيين برضو محتاج اقف معاهم شويه بالنسبه لعمر كمال، يعني تاكيدا على ان الولد اجاد في البطوله بشكل كبير، وانه الكي باسز بالنسبه او التمريرات المفتاحيه، يعني لو ترجمناها كده بالنسبه للاعبين، عمر كمال في المركز الثاني بعد يوسف بلايلي طبعا نجم منتخب الجزائر، وفي التاكلينج الحقيقه في برضه في القايمه لا هو متقدم على مين قبل ما يعني قبل ما تعدي على رياض محرز، على متقدم على رياض محرز وعلى سفيان بوفال وابراهيم سنجاري ونيكولا بيبي، يعني عتاوله اسماء كبيره ومهاريين كلهم كبيره وكلهم كي باسس، يعني دي احصائيه هجوميه بتعبر عن رؤيه اللاعب وتمريراته الصحيحه المؤثره او التمريره المفتاحيه زي الترجمه بتاعتها. فعمر كمال لما يجي في مركز تاني بعد يوسف ببلايلي طبعا الرائع جدا، فده وقبل رياض محرز وقبل نيكولاس بيبي، لا طبعا يعني خلي بالك ان ده الاحصائيه دي بمعدل التمريرات في المباراه، عمر كمال لعب مباراه واحده بشكل كامل، ففي المباراه الواحده عمل 4 تمريرات، يوسف بلايلي لعب مباراتين، فكان عنده فرصه اكتر انه يزود عدد تمريراته. نفس الحكايه رياض محرز لعب مباراتين وغيره وغيره، ففكره ان انت تعمل 4 تمريرات في مباراه واحده دي طبعا رقم رائع بالنسبه ليه، خصوصا الولد كمان خبراته الدوليه، يعني مشوارها منتخب مصر ايه 4 5
ماتشات تقريبا يعني. ما خلينا نقول ان دي من حسنات كارلوس كيروش، لان هو اللي حطه في الحته دي يعني. انا عارف ان هو سيئاته كتير بس أيوه. برضه نفتكر الراجل حسناته برضه ماشي. والتاكلز بير جيم برضه دي مثيره ليه؟ لان دي احصائيه دفاعيه، الثانيه كانت احصائيه هجوميه، فالتكامل ده برضه مش اي حد. طبعا احنا مش عايزين نقول ان ده يعني خلاص بقى سوبر ستار، احنا بنتكلم احنا اهم حاجه الاستمراريه يعني. انا اتمنى ان عمر كمال يحافظ على ده، بس ده لفتت نظرنا طبعا. طبعا نقطه لفتت نظرنا كان نستحق يعني، وهو يستحق لما حد بيبقى مش فورمه او مش في يومه بنقول، ولما حد بيجيد لابد ان احنا نشيد بيه الحقيقه. وزي ما قلت لك فكره التكامل، ان انت تبقى الافضل في الدفاع والهجوم، والافضل في الهجوم دي حاجه رائعه. طبعا هو صحيح. جاي في المركز الثاني في التاكلينج او المحاولات الدفاعيه بخمس محاولات في المباراه اللي فاتت، خمس محاولات صحيحه. قبليه طبعا ديني، وبعديه عبد الرازق عمير وجيفرسون انكاتا. السوليه في خط النص يعني بيتقال انه وجود السوليه في ماتش غينيا بيساو فرق مع مصر كتير جدا، وانه ظبط ايقاع المنتخب الى حد كبير، وطبعا الاسيست بتاعه كان يعني مؤثر جدا. فنقرا معاك ارقام السوليه في البطوله. اهم لاعب في فكر وخطه كارلوس كيروش، واللاعب اللي غيابه اثر بنسبه 80% على شكلنا قدام منتخب نيجيريا وخلانا نظهر بالشكل ده، هو عمرو السوليه. لان عمرو السوليه هو واحد من القلائل في مصر اللي بيجيد طريقه ال 4 3 3 بمهمها، لان 4 3 3 دي عايزه لاعب كرييتيف في خط الوسط، وعمرو السوليه عنده هذا الكرييشن. هو اللاعب اللي بيقدر يتحرك بشكل صح دفاعيا وهجوميا، اللاعب اللي عنده قدره على انه يكمل ويبقى راس حربه في الوقت اللي مطلوب منه ده، او لاعب رقم 10 زي ما عمل في المباراه اللي فاتت، وعمل الاسيست اللي محمد صلاح، ومش اي اسيست، شفنا ده طبعا في مباراه الزمالك والاسيست اللي عمله. أوه. عنده رؤيه، هو اللاعب اللي بيعرف يعمل التاكل. الزمالك احلى لا رابونا ده خدت احسن حق يعني، احسن هدف عشان رابونا. طبعا لاميلا خدها بالرابونا احسن هدف طبعا. أيوه. كان اسيست تاريخي في الدوري المصري مؤقت. كنت بقول امبارح كان معايا كابتن احمد عادل، كنت بقول انه رابونه بتاعت عمرو السوليه لو كانت دخلت جون يعني، لو كانت دخلت لوب بوشكاش كان بقت احلى من هدف اريك لاميلا. طبعا طبعا مفيش خلاف، مفيش خلاف، كانت خدت بوشكاش، كانت هتترشح مؤكد يعني. متاكد انها كانت هتترشح بوشكاش. ارقامه في البطوله طبعا، ارقام عمرو السوليه اللي هو مباراه واحده اللي لعبها، لكن الحقيقه كان متالق جدا فيها، لانه صنع الهدف الوحيد لمنتخب مصر. كان عنده 81% تمريرات صحيحه، وطبعا انت كان عليك ضغط كبير في وسط الملعب من جانب لاعبي غينيا بيساو اللي كانت بتلعب جيم دفاعي في ثلثين المباراه تقريبا. فرائع انه يعمل 81% اللي هي دقه التمرير، 32 تمريره صحيحه من 34 توتال. طبعا ده رقم كبير جدا. استخلص الكره 8 مرات، وده رقم كبير على فكره مش قليل، وقطع خمس كرات يعني. نفس الحكايه يرجع تاني، عنده ارقام دفاعيه مميزه وهجوميه، وايضا ارقام هجوميه مميزه. وعشان كده كارلوس كيروش كان هيتجنن ان عمرو السوليه يخف، وكان في يعني برنامج علاجي مكثف، لان هو بالنسبه له هو ده